الله يصبحك بأنوار النبي يا مو. يا مو شلون لقيت اللي بدرية؟ قشطة على عسل يا مو. إن شاء الله ألف مبروك يا أمي. بس خلص ها، ما بقى بدنا نجوز، بدنا نجوز ابنك. أكيد يا مو أكيد. يا مو بتعرف إنه السعدان حيوان ما بيتجوز ولا بياخد غير مرته، حتى إذا ماتت ما بيتجوز غيرها. أنت يا حالك قلتي يا حيوان. يعني ما صار إلا اللي بدك يا؟ إن شاء الله جوازة قبرصي، بكرة منشوف شو رح يصير فيك يا بدرية. إيه والله والله غير ياكلك لحم وزدتك عظم، مثل ما صار معي اللي قبلك. خليه هلا مبسوط، جايك أيام سودة يا أبو عبدو. إيه ما بكون فتحية إذا ما بسود لك عيشتك يا بدرية يا بنت بياع المخلل. لا ولسه لحد هلا ما طلعت، باينته مدللة مزبوط. قولي على عيونك، إيش معنى أنا أول يوم فيقتني من الصبح مشان أعمل لك قهوة؟ ما في مشكلة، والله لخلي حياتك بلون القهوة أنت وياها. صباح الخير زوزية. صباح النور. شو قصة هالزراغيط اللي عم بسمعها؟ من عند جيراننا. أنا جيران منو؟ لك شو نسيت امبارحة كان عرس أبو عبدو على بنت أبو طارب إياه على المقلة. ايه ذكرت ايه الله يهني. شو على بالك؟ والله مليحة ما بدها سؤال. على بالك تتجوز؟ لك لا، على بالي اشرب فنجان قهوة. فكرت. لا تفكري مشان ما يوجعك راسك. لك يا ميت اهلا وسهلا بعروستنا الجديده. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. ايه الله يرضى عليكم، بدي اياكم تحبوا بعض. والله يا فتحيه بدريه ما في اطيب من قلبها، ديري بالك عليها. وانتي يا بدريه ديري بالك على فتحيه، فتحيه ما في منها. ايه تأمر ابن عمي، خلاص بدريه بعيوني. اساسا انا بحب كل شيء انت بتحبه. ما بدي نير ونار. شو ابن عمي بعينته اخذت لك عقلك بدريه؟ طبعا حبيبة قلبي بدها تاخذ له عقله، هي عروس جديدة ودغري بتاخذ اسمها علسان. على كل حال اهلا وسهلا فيكي بدرية، ان شاء الله بترتاحي معنا. ما قلتي لي روحي شو اسمها امي؟ اسم امي بيبدا بحرف الزين وموجود منه بكل الجناين. زحليطة؟ زحليطة؟ الله يسامحك يا رب، اسمها زهرة. معقولة انت تكون اسمها زحليطة؟ ايه ابن عمي انا ستي كان اسمها زحليطة عادي. ايه والله غريب. مو غريبة يا مو؟ عبدو شلون هيك ابوك تزوج 3 مرات وانت لهلا ما تزوجت؟ من شان الله يا شباب لا حدا يفتح لي السيرة. والله يا عبدو لازم تشد همتك، يعني لازم تشد همتك حلك. على اساس انت اللي شديت همتك يعني وتجوزت، مو اهلك اللي جوزوك. ايه يا حبيبي انا شديت همتي وانا اللي تزوجت. هلا لا تقنعني انه بشطارتك تجوزت. ايه انا بشطارتي تزوجت. وشلون يعني بشطارتك تجوزت؟ يعني عبدو القصة بدها شوية حربقة وتزبط لك شي بنت. ايه والله يا عبدو القصة بدها حربقة، والله لازم تكون هيك صيادة. حدو انت سكوت وريح لي حالك، ها حارتنا ضيقة وبنعرف بعض، لا تقعد تعملي حالك فهمان. هلا انت ليش مزعوز من حدو؟ حدو عم يحكي صح، انت لازم تصد لك شي بنت. ايوه شلون بدي صيد يعني؟ على ما تفهمك يا عبدو. لا خلاص انا بعرف صيد لحالي. يخرب بيتك شو عم تعمل؟ شو عملت؟ يا اختي يا اختي شو صار عندك؟ سرعتك يا اختي سرعتك، خير شو في سرعتك؟ بعدوا عنا بعدوا عنا. اكسب انا انا سطة. يلا سلم الايدين يا بنتي يا حسنية، وينو حدو؟ عم يطلع على بكير. وين راح؟ ما بعرف، دقوا عليه لأنه عبده وصطيف وقال بدهم ياه وطلع. عادي عادي يا بنتي يا حسنية عادي شوي. حاضر عمي. يا بنتي يا حسنية بدي اياكي تنصحي لحده يبعد عن رفقة عبده ابن أبو عبده. صحيح نحن وياهم جيران، بس يعني هذا الولد اجت فترة صار ياخد حده على القهوة ويعلمه الأرجيلة ولعب الشدة،
وأنا بيني وبينك إيه ما سدات إمتى تزوز حده يعني واستقر. خلص لا تأكل هم عمي، إن شاء الله ما بيصير غير كل خير. هلأ قليلي عبالك شوربة باللحمة؟ آه لا عمي لا، صحة وهنا. والله أنا قريت كتاب قال في كتر اللحمة بيضر. مين كاتبه هالكتاب؟ الدكتور فتح الله. دكتور فتح الله؟ شو عرفك إنه هذا دكتور؟ لأنه مكتوب دال نقطة فتح الله. الدال بجوز تكون دب، ديك، ديناصور، دحلي، دكاني. لا تنخدعي بالمظاهر، مو كل ما شفتي دال يعني دكتور. شي مين بده يجينا بهالوقت؟ شلونك ابو عبدو؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الآخر هذا ابنك عم طجي وبده ترباية. اوف اوف لا لا، ليش؟ عم تسأل ليش؟ ليش حضرتك ما بتعرف؟ لا والله ما بعرفه، ممكن لسه فيه. هذا ابنك صلخ مرتي حجر فجأة براسها. شو شو الحكي؟ مرتي كانت ماشية بالحارة، صلخها حجر من بعيد فجأة بنص راسها. ايه الله حيه عبدو، صاير طيب تمام. كمل كمل. شو؟ شو هالحكي؟ شو بك؟ لا اله الا الله. نتحاسب. يا ابي ابي شوفي يا ابي عبدو، عبدو شاف وحده ماشي بالشارع مسك حجر وسبقها بنص راسها. وليش سفق للحرمه براسها؟ لانه سطيف لعب له بعقلاته وقال له لازم تتزوز وتشد همتك وتصطاد لك شي وحده. قام شافها للمره ماشي بالشارع مسك حجر وسفق بنص راسها جابها بالاراضي. لا هيك اللي بده يصطاد بيصطاد بحجر، بيصطاد بباروده بيصلخ رصاصه. اه لا شو اه عبدو. نعم يا ابي. وين كنت؟ برا بالحارة. وين بتكون يعني؟ حاني على المضافة عاوزك كلمتين. يلا لا عود يا ولا. عدل شو عامل بالحارة ولا؟ ما لي عامل شي يا بي. احكي عسما شغل لنشاط. لك مين قال لك انت يا بي؟ العصفورة خبرتني. احكي يا ولد. يا بي ما في شي، صدت وحدة بالحارة. لك هيك اللي بده يصيد بيرمي بالحجار؟ اللي بيته من بلور ما بيرمي الناس بحجاره؟ ايه ما فهمت يا بي. يعني نحن عم نمشي الحيط الحيط ونقول يا ربي الستر، ما بدنا مشاكل مع الناس. يا بي هيك خبرني الصيف اني شد همتي وصيد وحده مشان اتجوز. لك يا بي والله رح ازوزك انا، بس مو هيك. شوفني انا صرت متزوز 3 مرات، شفتني شي مره تزوزت وحده من ورا رميه حجر؟ لا. لك مو كل مره انا ببعت ستك هي بتصد لي وتجيب لي. طيب يا بي ستي شلون بتصيد؟ بالحجر، تمسك حجر وبتفجها وتجيب لي اياها مفجوجه. لك بتروح بتستدل عليها على المدله يعني. يعني يا بي ستي رح تدور لي على شي وحده؟ هلا يا بي انت شد لي همتك بالكتاب ورجع واظب على الكتاب، وانا بوعدك وانت بالكتاب بخطب لك. يا بي بس لا تجوزني لحتى ارجع من الكتاب. يا سيدي انت هلا اثبتت لي مقوله احفر نفق بمسمار ولا تناقش حمار. لسه ما بحط البردانة بدي أقلها وبدق الباب. يا حدو حدو يا أبي. نعم يا أبي. شوف لي مين على الباب. يا صرفوا يا فوتو. مرحبا حدو. يا عمي أبو سطيف. بابا هو. ايه هون أبي تفضل. يا الله يا أبي. هذا عمي أبو سطيف. خليه يفوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم سالي علي ابو سطيف. يا ابو حدو وينك؟ عزيز والله صرنا زمان ما شفناك بالقهوه. اي والله بالقهوه، انا كنت رايح على القهوه، بس المصيبه اللي شفتها انه واحد غط بصحن. شو اسمه؟ تعال تعال يا ابي تعال.
تا حدو تا هيك جاي لعندك هلا تا خذ هذا. نعم يا ابي. وجيب لي صحن وسكينه مشان يقشرها مزبوط لهي. روح يا ابي. مو على غرفتك على المطبخ. روح. ما حبيتها منك بنوبة. هي ابو حدو بنوب ما حبيتها. شو هي؟ معقول يعني ضيفك انا طلعت تاخذ شاطر الباقي؟ لك هلا بجيب لك اخي بقى. انا بنت طلبت سكينه وشوكه لك مشان تاكلها مزبوط يعني. عرفت شلون؟ ضحكني والله. تعال هلا خذ. ايه خيو ما كنت جاي لعندك اليوم مساء العب لي دق طاوله زهر. امور ايه يلا ان شاء الله المساء اذا ما تكاسلت. دخلك شو اخباره جهره؟ مين؟ العريس الجديد. هذا عريس متجدد دائما. شو ما رح تبارك له؟ لا ما صار لي عم فكر روح اليوم. ايه ما بيصير لازم تبارك له بضل جارك ولا ما بتحكي معه؟ ما في شي بيني وبينه. شو بدي اكون بيني وبينه؟ جاري يعني ليش حتى ما احكي معه؟ بحكي معه. ايه لا لازم تبارك له ان شاء الله اليوم. ليش انت باركت له؟ لا والله بهاليومين ببارك له بس اليوم ماني فاضي. ليش بقى؟ بصراحة ماتت حماتي. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا العمر إلا. وبدي روح اليوم على العزاء بس هاكل هم يا أبو حدو. وليش هاكل هم؟ يعني بيني وبينك لازم أبكيلي شوية عليها قدام مرتي بس شلون والله ما عم بعرف. لك ما عم بقدر. إيه عادي تخيل أن رجعي. أها لا تقولا لا تقولا. اسمعوا مني انتو التنتين، واحدة بتشطف البيت وواحدة بتطبخ. اول يوم واحدة وتاني يوم واحدة بتشطف وبتطبخ. فهمتوا؟ اه انت بتأمري امر مرت عمي. ما شاء الله شو متحمسة. بتأمري امر مرت عمي. لنشوف الاخرة يا فاخرة. انا قايمة دك ملايتي وروح على بيتي. اسمي طمنت على ابني الله يرضى عليه. الله معك مرت عمي بس لا تطولي علينا. ها الله معك مرت عمي من قلبك هالحكي. قولي عليك شو قوية. لك بدرية بتعرفي تقري بالفنجان؟ هلا انا ما بعرف بس امي كانت تعرف. ليش جردي انت بتعرفي تقري؟ معلوم انا اللي بعرف اقرا. طبي لقلك. معناتها رح اطبه مشان تقري لي. هاتي لقلك. استني شوي ما بده ينشا. لك خلص ما بده حاجته. هاتي. شوفي وينك بدرية؟ قدامك طريق طويل خيرات الله طويل طويل وآخرته فيه حفرة. هاي الحفرة بقى رح توقعي فيها على راسك شك. قولي إن شاء الله روحي. يلا خاطرك. أي الله معك. والله ما في وراي شيء. ليش لحد تروح؟ يعني إذا ما في وراي شيء مو وراي القهوة. يلا بخاطرك سيدو. وينا؟ ايه إذا ما تمر بدي أخذ تاري من الغلب هداك اللي غلبتني وأخذني فيه خشب. مستحيل تقدر تأخذ بدي أخذه. دايا طلع من هون. يلا ولا إلا بشمقامك طلع من هون. يلا عاشتك طلعي. زوزية. يا زوزية. ايه ابن عمي. لازم اليوم نروح انا وياكي ونبارك له لابو عبده بجوازته الجديدة. ايه انا ما بدي روح. ليش بقى؟ ايه انا صاحبي انا ومرته فتحية ما بدي هتحسس مني. انت ما بتعرف النسوان. ايوه ايه خلاص معناتها بروح لحالي انا. ايه خذ معك كل يوم موز وروح بارك له. ليش هو قرد؟ بدي روح بارك لقرد انا لحتى اخذ معك كل يوم موز؟ لك شو هالحكي يا زوزية؟ لك انا شو بدك تاخذ له يعني؟ والله جبتيها كليين موز. تفضل ابن عمي. هي احلى فنجانين قهوه بس ما قلت لي مين في عندك. عندي جاري ابو حدو معذب حاله جايب كيلو موز وجايب شاي بارك لي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي يا احلى مره بالعالم انت. وانت كمان يا احلى زلمه بالدنيا.
بتعرفي ذكرتيني بامي. يو شلون ذكرتك فيها؟ من زمان كثير. هذا مره سالتها قلت لها يا مو انا احلى شب بالحاره، قامت حلفت 100 يمين انه انا احلى شب بالحاره، وبعد منها صامت تشي 3 ايام يطلعوا. ليش؟ ما كنت افهم انا. يلا ما علينا، روحي انت. بدي اقبرني شبيغال. أهلين أبو حدو. حدو تقبر قلبي إن شاء الله، والله صار لازم تلاقي لك شي شغلة تشتغلها مو؟ لك أي معلوم، بس شو بدي أشتغل؟ والله عم فكر أشتري طنبور أشتغل عليه. يا سيدي من خلف ما مات. ليش يا مو؟ يعني إذا أبوك طنبرجي لازم أنت تطلع طنبرجي؟ روح لاقي لك شي مصلحة تانية. والله يا حدو أمك عم تحكي مزبوط، لأنه مو معقول. شو هي طنبرجي؟ ايه على سيرة الطنبرجي يا مو، ابي وينه؟ رايح يبارك لجارنا ابو عبدو بجوازته الثالثة. يوه ابو عبدو صار متزوج 3 مرات؟ ايه نعم والحمد لله، الله يشبعه نسوان. حدو ما بقى تمشي مع عبدو ها؟ لا تخافي عبدو لسه ما تزوج. ولو طب الجرة بيطلع الولد لابوه. يوه لك حسنية بحياتي ما سمعت المتى. ايه ولا انا مرت عمي بس عم اقنعه. تقبرني؟ هلا قلي ليش ما بتفتح دكاني مثل ياسينو؟ لك ايه والله يا ريت، لك انا كثير بحب يكون عندي دكان. وليش يا بعدي بتحب يكون عندك دكان؟ لك لانه يلي عنده دكان بياكل كل شيء ببلاش وما بدفع شيء. ان شاء الله الف مبروك لزوازه الجديده جاري. الله يبارك فيك يا ابو حدو، وما كان في داعي تعذب حالك تجيب هالخمس موزات. هدول كيلو بتصدق ما عديتهم كم موزه؟ مبينين على المصعب. يا سيدي ان شاء الله الف مبروك لزوازي، وان شاء الله يا رب هيك بتتهنى. الله يبارك فيك، وقلنا لك ما كان في داعي تعذب حالك وتجيب على الخمس موزات. هدول كيلو بتصدق ما عديتهم كم موزه؟ مبينين على المظهر. يا سيدي ان شاء الله الف مبروك لزوازي الجديده. قلنا لك الله يبارك فيك وما كان في داعي تعذب حالك وتجيب على الخمس موزات. هدول كيلو وما عديتهم كم موزه. لك ان شاء الله غير لي السيره، ما صار لك ساعه ما حكيت شيء جديد. امبارح شو عملت جاري؟ ما عملت شيء، لساتني عريس جديد. ان شاء الله الف مبروك لزوازي الجديده. الله يبارك فيك وما كان في داعي تعذب حالك وتجيب هالخمس موزات. هدول كيلو بتصدق ما عديتهم كم موزه؟ ولك مبينين على النظر، 3 0 و2 خضر. ان شاء الله غير لي السيره يا ابو حدو، شبنا. اللي ناقصك شي جاري؟ ايه. شو؟ ناقصني مازوت. عندك صوبي على الحطب؟ ايه عندي صوبي على الحطب. طيب الكلام بضل بسرك؟ سرك كبير. يا ربي لك شو هالزلمة ها؟ في حدا ببارك لحدا بيقعد عنده ساعة ونص؟ يلا يلا طبوا يا حليم. سلم عمي سلم. يلا 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 يا سيدي مبروك. الله يبارك فيك، مع السلامة. الله الله يا بدرية. شلونك يا بدرية؟ يسعد لي الوش أنا ما أحلى. بتطيري ضمانات الأعلى. ليلى شو؟ شو اخباري؟ اشتقت لك ابن عمي. يا هلا اليوم هلا انا هون ولا عندك ولا عندها؟ عمي انا نسيان انا والله. شبنا ابن عمي؟ شو نسيت انه نحن لساتنا عرسان جداد؟ شلون يعني عندي ولا عندها؟ ايه عندك ايه عرسان ايه. بس هذا شلشني يا ابو حدو، ذكريني مشان بكره في بكير. ها يوه وليش بدك تفيق بكير؟ بدي اروح عند ابو نوزات. ومين كمان هذا ابو نوزات؟ لا ابو نوزات بدي اروح فيه كم خبريه بدي اخبره اياه. طيب تقبرني مثل ما بدك، رح فايقك بكي. بس بالاول ما بدك تحكي لي حكايه؟ حكايه؟ ايه رح احكي لك حكايه. لما كنت بالغابه من شهرين ربطت لك تمساح مع نمر مع ذنب الضبع كله سوا، جعلته وجعلك. لا ابن عمي هي الحكايه ما حبيتها، خوفتني. شو رايك تكمل لي حكايه امبارح؟
أني واحدة منهم؟ هاي لما أنت قوصت 20 فرنساوي بطلقة واحدة. أنا الورد. صباح النور. يا صباح الياسمين، فيت انت يا عمري؟ ايه عم بلعب رياضه شوي. ايه صح النوم. الله يخليكي، والله نمت مكركب امبارح. ليش يا عمري؟ ما بعرف، حلمت لك حلم غريب. خير ان شاء الله، شو حلمت؟ الله يا جوزيه شو بدي احكي لك، لا احكي لك. حلمت لك قال مديت ايدي لقيتها حاميه كثير ما قدرت المسها، بعدين حطيت شفتي على تمها لك حرقتني من كتر مو حامية. شو هاي؟ كاسة الشاي. شيخ زلك فتنا مين بده يجينا؟ خير الله عمك على خير. دور؟ ايوه. مين هو جارك اللي قلت لي مخبي جوات الحطبات عنده بالبيت حشيش؟ ما غيره جاري ابو حده مخبي حشيشات بارميات الشجر بالجذور من تحت. بدي طلعه لو كان مخبيهم بمخه. تأمر وأمر. وهي المرته. ايه الله يعطيكم العافيه. نانو ويمسيو عليهم. الله معكم الحكومه. بيك ايه هو نانو وي مسيو جيباب. عليه حكومة، حكومة مين والناس نايمين؟ عليهم يلا يلا. يا كبير شو في يا زازو؟ شفت لك دورية مع بنوزة فايتين على الحارة بسلاحهم الكامل ومعهم فاسات يلي بيقطعوا فيها الشجر. اتركوا لا يطلعوا، شمشم لي شو الأخبار، شو كانوا عم يعملوا. فايت أنا ريح. شمشم لك؟ لحما والله حسيت حالي كلب، بس يلا كلب الكبير كبير. ما تركت حطبي عن جارك ابو حده وما كسرتها، لك كل حطبي عملتها يمكن هيك قد الكف، لك ما لقيت حشيش، شو خبرتني انت؟ ما طلع عنده حشيش؟ لا ما طلع عنده حشيش. سيدي الله يعطيكم العافية. شوينك؟ ايوه بدي اياك تضل مفتح عيونك 10 على 10 وبتضل لي بالحارة. شمشوم عيون الحكومة. عيون الحكومة! ايه جاري، جار رضا. شلونك يا عبدو؟ الحمد لله. علي بالجار، سمعت انه بنوزات والشباب اجوا لعندك كسروا لك الحطبات، كل شقفة قد الكف. ايه والله اجوا لعندي كسروا لي الحطبات مثل ما حكيت، كل شقفة قد الكف. ناولنا حصتنا يا كان. معلوم ايملك حصتك انا.
ايه ما شاء الله والله خصم عرزي لك مشان تقضي شتوية دافية. شوفه شايف؟ ايه والله خدمنا هالابو نوزت كتر خيره كتر خيره. عمي شو بتحتاج بس خبرني انا خدمتك ساعدني بس بالليل. يلا روح حط عنك تعب.